بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنراجع مع بعض دلوقتي تسطيب برنامج الساب، واخر فيرجن تقريبا نزل من الساب هو 7.17 وواحد من عشرة اللي هو موجود قدام حضراتكم ده. ومن اول 14 لغاية 17 تقريبا يعني اختلافات طفيفة جدا، يعني تكاد تكون بس في الانترفيس، بس في شكل الحاجة، لكن ما فيش اوبشنز ولا في حاجة زادت تقريبا عن الحاجات التانية. فاحنا هنتعلم مع بعض ان شاء الله دلوقتي تسطيب الساب 17. وزي ما احنا برضو عارفين الخطوتين اللي احنا دايما بنعملهم ان احنا بنوقف الانتي فيروس وبنفصل النت عشان خاطر اللايسنس والكراك والكلام ده. و ادي البرنامج اهو، هناخده بس بره كده. المفروض البرنامج نزل زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي هنا ملف اللايسنس احنا هنشتغل عليه، وفي ملف اللي هو الكراك يعني، وفي ملف الانستول. احنا هنبدأ الاول بالانستول، كليك يمين برضو كالعادة وران از ادمنستريتور ونقول له يس، هيبدأ في تسطيب برنامج الساب 17. الخطوات الاولانية دي خطوات عادية جدا، نيكست نيكست نيكست، وخطوات الناس كلها عارفة. احيانا تبقى المشكلة كلها غالبا في وضع الكراك. ادي البرنامج هو نيكست، اكسبت نيكست نيكست نيكست. خد بالك هو برضه هنا بيقول لك ان هو حاطه في بروجرام فايل 86، عشان احنا بيحط في بعض البرامج بتتحط في 86 وفي بعض البرامج بتتحط في بروجرام فايل، فانت طبعا بتعرف من هنا، وممكن تغير كمان الديستنيشن بتاعتها. ممكن اوقف بقى عشان الوقت بس كده، ونكمل نكمل مع بعض تاني. هو خلص فينيش اهو. البرنامج زي ما انتم شايفين هو موجود اهو، بس طبعا لو فتحته مش هيفتح. اقول لك ان هو عنده مشكله في الكراك. احنا الكراك بقى هنعمله ازاي؟ هنفتح تاني المكان اللي فيه الساب اهو تاني اهو، نقول له فين اللايسنس، هي دي ولا التانية؟ لا هي التانية، لايسنس اهي. يجي يقول لحضرتك ايه بقى، تاخد الملف ده كده بره زي ما احنا عملنا في الايتابس بالظبط، هو نفس الخطوات تماما. ونيجي نقول له هنا ايه، رن از ادمنستريتور، وهيشتغل وهيقول لحضرتك هو عاوز الكود. الكود بتاعه فين؟ هنجيبه منين؟ هنجيبه من مكان ما هو متسطب. ادي السي بروجرام فايل 86 كمبيوتر اند ستراكشر ساب 17. و المفروض في حاجة اسمها لايسنس ريكويست، موجودة فين اللايسنس ريكويست دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تكون جوه حاجة من دول، سي اي خلاص، سي اس اي لايسنس اهي، وبعدين اللايسنس ريكويست. هنعمل ايه؟ احنا هناخد من اول الزد كده لغاية النجمة معانا، ونقول له ايه، كوبي او كنترول سي. خلاص انا خدت اللي انا عاوزه من الملف ده، اجي على العلامه الزرقاء دي هنا وكليك يمين، كليك يمين اهو واديت، ونقول له هنا بيست، وبعدين نقول له ايه انتر. هيعمل ايه؟ هو هينزل لي ملف اسمه السير ال سيرفر. ناخد احنا من ده، ناخده كوبي كده، ونرجع تاني لنفس المكان اللي فيه الساب، ونقول له هنا ايه، بيست او كنترول في على طول. او هيقول لك ان البرنامج نزل اهو خلاص. وبعدين تيجي على اول مره كده من على البرنامج من بره، وتقول له ايه، هنقول له كده كليك يمين زي ما احنا متعودين اول مره، بس ران از ادمنستريتور، نقول له لا هنا يس، والمفروض ان هو ان شاء الله يفتح يعني من غير مشاكل. زي ما حضراتكم شايفين الساب فتح اهو.
هو طبعا من اول ساب 16 كده وبقى بيخلي الشاشه بيضاء على طول، فانت ممكن تخليها سمراء يعني، بس نفتح كده اي موديل بس من غير تغيير وحدات ولا من غير حاجه كده، بس مجرد بس ان احنا نشوف موديل اوكي. اه احنا انت ممكن بقى، انت مش مهندس، من هنا من طول الاوبشن قصدي كلر، نقول له هنا ديسبلاي. لا هو هنا بيقول لك ايه، عاوز بلاك باك جراوند ولا وايت باك جراوند؟ انا عن نفسي بحب البلاك باك جراوند عشان بس انا اعرف اشتغل هناك كويس. وتعالى هنا كده ونقول له هنا ريست، عشان بس التول بار ما اعرفش كان شكلها غريب كده، فانا عملت اوبشن وضغطت على ريست تول بار دي عشان تظهر زي ما انتم شايفين، وده شكل بتاع الساب اللي احنا متعودين عليه. و بسم الله الرحمن الرحيم، في حته كده يعني يهمني ان حضرتك تكونوا عارفينها في تصميم البرامج عامه، ان احنا كل الكراكس والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها دي مرتبطه بمده، يعني ايه ممكن تلاقي الكراك مثلا شغال معاك شهرين، ممكن تلاقي شغال معاك 3 شهور، ممكن الكراك ينزل سنه، فممكن انت الكراك اللي بتسطبه ده يكون اصلا صلاحيته منتهيه، فما يرضاش يفتح معاك البرنامج يقول لك ان هو الاوت اوف ديت او ايه رساله من رسائل التحذير دي. لو قابلتك مشكله زي دي ممكن تعمل ايه بسرعه يحل لك المشكله على طول، انك تيجي هنا وتغير من الديت. يعني احنا دلوقتي في 2015، ولو انت بصيت على التاريخ عندي هنا هتلاقيني عملته 8 9 29 8 2014. منين إيه؟ من التشينج ديت هنا، وتيجي تقول له هنا ايه، غير لي، لا غير لي التاريخ، ما تخلوش مثلا ايه كان الاول 2015 انا خليته من هنا 2014 اوكي مش عارف ايه الكلام ده كله، هتلاقي يعني انا اخرته سنه مثلا ولا حاجه، فلما اخرته سنه ولو في برنامج ما رضيش يفتح هيفتح دلوقتي. فدي طريقه برضو عشان خاطر انت لو قابلتك، لو انت عملت الخطوات بتاعتي اللي انا قلت عليها دي عملتها، ممكن البرنامج ما يفتحش معاك. اه ممكن. طب ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان يكون اللايسنس بتاعتك بتاعت الملف الصغير اللي انت بتعمل له اصلا الملف اللي هو ده، اللي هو ده احنا كنا اصلا بنعمل له انستول. ممكن الملف ده ليه صلاحيات، ليه مده صلاحيه معينه، فاحيانا بيعمل مشاكل وما رضاش يصدق، فلو انت غيرت الديت او غيرت التاريخ بتلاقي الموضوع معاك اتحل. طيب في حاجه تانية، اه في حاجه تانية، انا دلوقتي عاوز اسطب الساب والساب عامل لي مشكله، ساب 17 عامل لي مشكله، سهله جدا. انت ممكن اصلا ساب 14 و15 و16 و17 تقريبا كلهم زي بعض، ساب 14 ما بيعملش اي مشاكل في التصطيب وما بيديش اصلا مده صلاحيه، مجرد ملفين بس بتحطهم في الكراك والامور بتتحل. فده الكلام ده لو انت قابلتك اصلا في مشكله في تصطيب الساب. نفس الكلام على فكره ساب 17 هو نفس الكلام على ساب 14، سيف 14 اسف، لكن سيف 12 نفس طريقه ساب 14، طريقته عباره عن ملفين كراك بتيجي من هنا كده و معلش خليني كده هنا ونقول له ايه، تعالى على فين السيف، اه ادي السيف اهو، في ملفين الكراك اهو. كل اللي هتعمله انك تاخد الملفين دول، الملفات دي تنقلها بس في مكان تصطيب السيف، وتشتغل هتلاقي البرنامج يشتغل معاك بدون اي مشاكل ومن غير ما يطلب منك وقت. دي برضو حلول سريعه كده عشان ما تقابلكش مشاكل ونوقف شغلنا عشان خاطر تصطيب البرنامج. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.